الصباح يستمر معكم التطواف هذه المرة مثل ما ذكرت سلفاً. ننتقل بكم من أجواء استوديو برنامج قهوة الصباح إلى ولاية ضلكوت، حيث الزميل محمد بن أحمد السليمي زميلنا هناك. ولكن قبل ذلك أيضاً بإمكاننا الآن مشاهدة بعض اللقطات التي التقطتها كاميرا تلفزيون سلطنة عمان حول الصورة هناك والأجواء في محافظة ظفار وتحديدا في ولاية ضلكوت. الصور التي ستشاهدونها الآن التقطت قبل قليل من هناك من هذه الولاية. مشاهدينا الكرام، كانت تلك لقطات التقطت قبل قليل من هناك من ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار. وينضم إلينا في هذه الأثناء الزميل محمد بن أحمد السليمي المهري لينقل لنا أيضا التفاصيل بشكل أوفى وأكبر هناك في هذه المحافظة وتحديدا في هذه الولاية. محمد صباح الخير وحياك الله معنا في برنامج قهوة الصباح. كنت قد وددت سيف. نعم. وطبعا تحية صباحية لكل متابعي قهوة صباح. نعم، كنت قد وردت أن أسألك عن كيف تبدو الصورة هناك في هذه الولاية، ولكن شاهدنا أيضا تلك الصورة التي التقطت قبل قليل من هناك. ولكن هل لك أن تصف لنا المشهد كيف هو يبدو، الناس واستعدادهم أيضا لاستقبال هذه الحالة المدارية؟ شكرا لك أخي سيف. مثل ما تابعنا من خلال الصور التي تم بثها قبل قليل من هذه الولاية والتقطتها طبعا عدسة المصور أحمد توبوك، احنا هنا طبعا في ولاية ضلكوت حتى الآن حتى هذه اللحظة حتى الساعة الأمور جدا جدا هادية، السماء جدا صافية. طبعا هناك ما في أي تأثيرات أو أي تغييرات في طبعا في الأجواء، سواء من وجود بعض طبعا نشاط للرياح بين فترة وأخرى في سواء كان في المناطق الجبلية للولاية أو أيضا في مركز الولاية. البحر هناك طبعا في أيضا ارتفاع في هيجان البحر من متر إلى 3 أمتار في خلال هذه اللحظات، ومتوقع خلال الفترات القادمة أن تزيد طبعا أو يزيد هيجان البحر. هناك طبعا تحذيرات مباشرة ومتواصلة للمواطنين والمقيمين أيضا بضرورة عدم ارتياد البحر في هذه الفترة، بالإضافة طبعا إلى طبعا التوجيهات التي طبعا يقدمها طبعا مكتب الوالي هنا لأبناء هذه الولاية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الحالة المدارية فيما لو تطورت خلال الساعات القادمة. بشكل عام هكذا هي الأجواء الآن، الأجواء جدا هادية حتى هذه اللحظة، لكن هكذا راح نوقف أكثر عن وراح نتحدث أكثر عن تجهيزات ولاية ضلكوت بالإضافة إلى طبعا مراكز الإيواء وأيضا الخدمات مدى استمرار الخدمات الأساسية فيما إذا صار طبعا هنالك أيضا انقطاعات طارئة خلال الفترة القادمة. راح يكون معنا سعادة الشيخ مسلم بن نصيب الشنفري والي ضلكوت، راح فيك سعادة الشيخ، وهكذا في عقالة لو نتحدث عن أبرز تجهيزات الولاية خاصة فيما يتعلق بمراكز الإيواء وأيضا مدى توفر الخدمات من مياه وكهرباء واتصالات خلال الفترات القادمة والاحتياطات اللي قمتم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك من خلال التجربة التي مرت على ولاية ضلكوت من إعصار ماكونو أصبح لدى المواطنين، لدى المسؤولين والمواطنين خبرة كافية مع التعامل مع هذه الأنواع المناخية.
ومن خلال التجهيزات والتحضيرات وكيفية الاستعداد لهذه الأنواع المناخية. تم تجهيز 3 مراكز إيواء في ولاية ضلكوت، وهذه المراكز سوف تجهز إن شاء الله بكل ما يلزم من المستلزمات كالفرش والأغطية والمواد الغذائية وفريق طبي إن شاء الله. طيب بالنسبة للمولدات الكهربائية، حسب ما عرفنا أن هناك مجموعة من المولدات الكهربائية الاحتياطية سواء كان اللي واصلة والتي سوف تصل إلى وتغذي شبكة الكهرباء هنا في الولاية. من خلال اتصالنا مع الإخوة في الشركة الريفية لخدمات الكهرباء لهم الشكر والتقدير على ما أبدوه من إيجابية في هذا الجانب، حيث أنهم الآن قد أرسلوا بعض المولدات وبعض المولدات في الطريق من أجل مستشفى ضلكوت ومن أجل نيابة خضرفي المركز الصحي ومراكز الإيواء، وأيضا 3 مولدات أفادنا المهندس عبد الله البحر على أساس أنها في الطريق من أجل عندما تنزل أمطار كثيرة أو تنقطع الطرق أو تنقطع الكهرباء إن شاء الله تكون هذه المولدات في ولاية ضلكوت لتغذية المدينة، لأن المدينة كياب الأرضية، وهذا أيضا يشكل شيء من الاستقرار بالنسبة للمواطن. وأيضا بالنسبة لمحطة التحلية، هناك أيضا في مولد خاص فيه، وفي مولد في تحلية المياه ميجاوات واحد إن شاء الله، ونامل كل الأمور تستكمل إن شاء الله من اليوم والمساء، تستكمل كل الأشياء المطلوبة إن شاء الله بالنسبة للتعامل مع هذه الأنواع المناخية. شكرا لك سعادة الشيخ مسلم بن نصيب الشنفري والي طبعا ضلكوت على هذا الوقفة، وإن شاء الله راح كلنا نتواصل في فترات قادمة إن شاء الله. أصبح لدى المسؤولين خبرة تراكمية في التعامل أكيد. مع هذه الأنواع المناخية مما يأهلهم بأن يقوموا بدورهم على أكمل وجه. شكرا سعادتك، إن شاء الله راح يكون لنا تواصل مباشر إن شاء الله اللطف إن شاء في فترات قادمة، بس نعتذر منك لضيق الوقت في برنامج قهوة الصباح الذي شارف على الانتهاء. هذه هي الأجواء في ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار. إن شاء الله الأمور هكذا تمشي بشكل جيد، كل الاستعدادات موجودة وكل السيناريوهات طبعا المحتملة راح يعمل حسابها سواء كان هنا في ولاية ضلكوت أو أيضا في ولاية أخرى من محافظة ظفار. نتمنى السلامة للجميع. نعم. والآن عودة لك طبعا أخي سيف. اللهم أمين، شكرا لك يا محمد، شكرا على هذه التغطية، وشكرا أيضا على لسعادة الشيخ والي ضلكوت على هذه الإيضاحات. وإحنا بدورنا أيضا مشاهدين الكرام وصلنا بكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، والملتقى يتجدد يوم الأحد القادم بمشيئة الله، في أمان الله. في الختام مشاهدينا الأحبة نقول لكم شكرا لكم على حسن